اهلا وسهلا. اليوم في شهيوة ام وليد راح نشوفوا تحلية سهلة نديروها بالمشروبات الغازية. راح نحتاج المقادير: لتر من المشروبات الغازية الذوق اللي حبيته، انا خير ذوق ليمون، كاس تاع مايزينا، وكاس تاع السكر. نعود لك: لتر من المشروبات الغازية الذوق اللي حبيتي، كاس مايزينا، وكاس تاع السكر. نبدأ في طريقة التحضير. إذا نحكم القدر تاعنا راح يجوز فوق النار. إذا راح ندير كأس مايزينا، كأس سكر، نزيد لهم كأس من المشروبات الغازية، كاس كما قلت لكم، هنا راح نخلط الكل باش يذوبوا معنا. بعد راح نزيد اللتر كامل تاع الغازوز، هذه الطريقة. أنا قلت لكم تحلية سهلة. إذا دوكا أنا هذه الكيفية نديرها فوق النار، نتلاقاو فيما بعد. اذا ها هو الديسير تاعنا، درته فوق النار يغلي. انتي تخلطي، ما تحبسيش تخلط فوق النار، نبقاو نخلطو حتى يعقد لنا الخليط. كما قلت لكم وصفه سهله، تعملوا بها تحليه ما شاء الله. نبداو نخلطو، ما نحبسوش التخلاط بالفوي. بهذه الطريقة نبقى نخلط. تحبسوش تخلط باش تنجح لكم الوصفة. اذا نخلوها حتى تغلي تبدأ تعقد، هو بدا يعقد الخليط عندي كما راكي تشوفي. نبقاو نخلطو باش ما يتحرقناش، الوصفة تاعك تنجح 100%. راح تجينا كيما لا جولي كما راكي تشوفي. قلت لكم راهي وصفة سهلة. نبقى نخلط حتى تعقد مليح. راهي بدات تعقد. او لون تاعها بدا يتبدل كما راك تشاهدي اختي. ها هي، لاحظي كيفاش جات. خلطي مليح.
نزيد نخليها فوق النار شويه، هاي تتغلي وعقدت، اللون تاعها بدا يولي شويه شفاف، يعني المايزينا تاعنا راهي طابت. اذا انا هنا راح نطفي عليها. اذا وهي سخونه راح نفرخها في بلاطو بهذا الشكل. انا راح نسقمها بظهر تاع المغرف، نديروها كامل سمك واحد. اذا راح نخليها حتى تبرد ونتلاقاو فيما بعد. اذا ها هو الديسير تاعنا بعد ما برد، راح نقطعو ونديرو فيه الكيسات. نبدأ بسم الله. إذا نحو الحواف بالموس، راح نسيو نقطعوه مربعات. بسم الله. مربعات بهذا الشكل. كما قلت لكم هذا الديسير نقدموه بارد، يعني يوضع في الثلاجة. نخلوه حتى يبرد باش نحو، يعني راح يتنحى لنا بهذا الشكل. ها هو كما لاجولي، راح نحطه في الكيسات. نردوه بالعقل ونخلوه يبرد مليح باش نحوه. تجي بزاف بنينة ومنعشة. اذا انا راح نزينها شوية تاع نواه كوكو في الوسط، والتزيين يبقى اختياري طبعا. هيا كيفاش تجي. اذا راح نكمل كل الحبات، نتلاقاو فيما بعد. اذا ها هي التحليه تاعي بعد ما وجدت. كما وصيتكم حبيباتي، هذه التحليه تقدم بارده، يعني تحطيها في الفريجيدير. راح نوري لكم الكيفيه عن قرب. ها هي كيفاش تجي، وتجي منعشه وهي بذوق الليمون، يعني تشبه كثير لاجولي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ديروا لي جيم لافيديو. كما تقدروا تشتركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد.